متوجسين كمان، واحنا وزملائنا في فريق العمل بنتكلم ان احنا مش عايزين نزود الطين بله وكفايه المشاكل اللي احنا فيها، ومش عايزين نقول للناس ما تشتروش الادويه. لا اشتروا الادويه بس افتح العلبه من جوه يا جدع، بدل ما تطلع. طب يا ريتها كانت طلعت بودره سيراميك حتى، يعني ده ما طلعتش حتى بودره عفاريت يعني. طب ايه الموضوع؟ فرجاء رجاء على ما الدنيا تتظبط والرقابه تشتغل، اي حد في كبسول زي ده، كبسول زي ده، مش بقول زي ده نفس اللون لا، يعني في دواء اسمه اوجمنتين وفي دواء مش عارف ايه كله في، لا ده اوجمنتين مش كبسول، في حتى ساعات يبقى عندك اسهال، انا اسف يعني، تاخد انتينال يا مبارك، تستنى الاسهال يروح، ما يروحش ابدا. اه والله، وانا قاعد حتى رايح جاي كده، المدام تقول لي مالك كلها بطن وجعاني، طب ما تديها انتينال. اديها انتينال اه والله، اتنين في التلاته بسته، ست حبات كل يوم ان البتاع يخف. ده انا بخش الحمام اكتر، ما هو بكبسول برضه من هنا ورايح، هتيجي لحضرتك حاجه بالكبسوله كده، افتح كبسوله من الكبسوله، خد واحده كده يعني عشوائي وافتحها، شوف الكبسوله دي فيها ولا ما فيهاش. في ادويه بقينا ناخدها مش فعاله، يعني في ادويه بقينا ناخدها، يعني انا واحد من الناس زي ما بقول لحضراتكم ما اعرفش ايه موضوع الكحه ده عندي. اه والله مش عارف في ايه، يعني شويه اجيب دواء من ماليزيا عشان الكحه اللي عندي تروح، واكبر دكاتره في مصر يعني بروح لدكاتره كبار في مصر ومستشفيات ومستشفيات كبيره في مصر، ان الكحه تروح يا مبارك ما بتروحش. طب نعمل ايه بقى؟ في حاجه كده في التركيبات مش نظيفه. ماشي معانا الاستاذه ميرفت. طيب يا استاذه ازاي حضرتك؟ مسهرينك معلش. استاذ جابر مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. احنا كنا واخدين مقالك النهارده بنحذر الناس اللي تحت بير السلم، لكن طلع الدواء اصلا مفيش فيه بودره، مفيش فيه بودره كمان، مفيش فيه بودره. حضرتك بتحذري من ان الدواء نبيذول، وزاره الصحه حذرت انه نبيذول فيه دواء بودره، والبودره دي في كبسول، والكبسول ده فيه بودره، وفي مصانع تحت بير السلم، والحاجات دي بيسموها ايه، بودره مش فعاله، منها بودره السيراميك. حضرتك ده اللي كاتباه. تمام. احنا الجمال بقى في الموضوع من دواء يا استاذ جابر، مش يعني ده بس من دواء الاولاني بتاع النبازول ده اللي هو بتاع قرحه المعده، طبعا ده كارثه ان الوزاره نفسها محذره منه. تمام. طب ازاي سمح بيه وازاي نزل اصلا؟ والناس اللي بتراقب على الادويه دي قاعده فين؟ تمام. الحاجه الثانيه، دواء البلوموكس او الدواء اللي كان اعلن عنه قبل كده في اكتر من حلقه اتعملت عنده، صحيح صحيح، وده دواء بودره سيراميك، والكاسه ان هو كمان لو كمان في عن طريق الحقن كمان، فالحقن برضو حاجه بتخش في الدم بقى وفي الجسم وشغلها ثانيه. تمام تمام. فمن كل النواحي، وبعدين المريض مش مستني لو ياخد دواء غلط، هو اصلا عيان يعني محتاج ان هو يعني يلاقي حاجه تعالجه. فطبعا هو ده كان مربط الفرس في الموضوع، ان يعني مصانع بير السلم شغاله في حاجات كتيره جدا، مش بس على قد الادويه، صحيح، والاغذيه كمان، صحيح صحيح، ومنتجات بلاستيك بايظه، صحيح، وحاجات بتادي الامراض، صحيح، والامراض بتادي المليارات من الفلوس اللي بتدفع من الدوله، صحيح، ونرجع نعيد تاني نعمل ريسايكلنج دي الحاجه من اول وجديد. طب ما نخش على الحاجه الكويسه على طول، صح، يعني المنفى فعلا شيء من الفوضى موجوده في مجال الادويه، بس طبعا تطلع اخطر مجال، يطلع يعني ولا كبسوله برضو. ولا كبسوله يا هانم فيها انا شفت المنظر، تابعت الحلقه مع حضرتك بفتح كده لقيتها فعلا بالصدفه موجوده قدامي. يعني بجد حسيت بفخر بالمقال اللي كتبها بصراحه، يعني هو فعلا كان داخله جوه الحاجه، يعني ايه اللي موجود ده؟ ايه اللي حاصل ده؟ ايه ده؟ مين فين الناس اللي بتتابع واللي بتراقب واللي بتشوف؟ ايه يعني صاحب بني ادمين يا جماعه؟ البتاع دي الصيدليه دي في مول شهير في اكتوبر. حضرتك مش تبقى صيدليه واحده، هي القصه في انها تبقى دي حاجه موجوده يعني في سنتر ليها في مناطق كتيره. هي مش تختص بقى بان في موجود في صيدليه. لكن ممكن تبقى في المحافظات منتشره موجوده. تمام؟ ممكن يا فندم انا اكون في بيتي باخدها وانا مش واخد بالي. انا اول مره اخد بالي ان انا افتح الكبسول بعد كده اول مره. كلنا بناخده كده طبعا عشوائي من ما نبص في حاجه، بناخد ده احنا بنستخسر يا عيني، نضيع كبسوله ببلاش كده. فنقول يا ابني بتضيع الكبسوله ليه يا ابني؟ يا ابني ده احنا جايبينه بكذا. طيب خليك معانا يا فندم استاذ.